اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، دائما معنا في سهره سهرانين من قناه السودان 24 الان وهي ضمن قنوات سعوديه 24 من بس برنامجنا اليومية لكم من المملكة العربية السعودية مدينة الرياض. دايما تابعونا في برامجنا كمان الثانية خلال اليوم، أيضا سهر السهرانين معكم إن شاء الله يوميا من السبت لغاية الجمعة، عديد من الفقرات طبعا وعديد من الضيوف اللي بيكونوا موجودين معنا وكفاءات موجودة داخل المملكة العربية السعودية. بحب إحنا دايما نلتقي بها لأنه عندها الكثير المفيد يعني، فتابعونا دائما في سهر السهرانين. كوميك وناهد معكم يوميا ان شاء الله. اهلا بك كوميك، مساء الخير عليك. مساء النور ناهد، كيف صحتك؟ الحمد لله. لله. مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اسعد الله مساءكم بكل خير. اهلا وسهلا بكم وحبابكم عشره من السعوديه الرياض، قناه السعوديه 24، قناه السودان 24 الان لكل زول في كل مكان. وزي ما تعودنا دائما انه نقول لكم آراءكم وملاحظاتكم بتهمنا شديد جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الليلة إن شاء الله سهرة عن الثقافة عموما، إن شاء الله نستمتع بها. معانا ضيوف جميلين لطيفين، إن شاء الله يعني تكون سهرة ممتعة. وتابعونا كل يوم نحن سهرانين معاكم. مرحب بضيوفنا داخل الاستوديو وحبابكم عشرة، ونحن سعيدين الليلة بوجودكم. ومرحب بك ناهد تاني، اهلا بك مره ثانيه، واهلا بك واهلا باهل الثقافه والشؤون الثقافيه الاستاذ عاطف احمد علي مهتم بالشؤون الثقافيه. اهلا بك، مساء الخير عليك. يا مرحبا، اهلا بك. حباب كونلف و حباب سودانيه 24، السودان الان 24 التي تنطلق من ارض المهجر، وهي اضافه حقيقيه ل القنوات المؤثرة واللي لقت رواج من خلال محادثاتي مع العديد من الناس وبتابعوكم، ومستمتعين جدا بالتنوع اللي يقدم من هذه القناة والخريطة، رغم أنها هي في مرحلة بس تجريبي ولكن قوية. تبشر بميلاد هرم إعلامي بإذن الله. شهادة جميلة منك أستاذ عاطف. يعني أستاذ عولي مرحبا والله يا أخي، شكرا للكلام الجميل ده. كما بنرحب بالأستاذ سامح دفع الله عبد الله مهتم أيضا بالشؤون الثقافية، أهلا بك ومرحب بك، ونحن سعيدين بوجودك معنا الليلة داخل. مرحبا بك أستاذ ومرحبا بالأستاذة، وتحية لكل المشاهدين، وتحية معاها حب كمان لكل الشعب السوداني. اهلا بكم وشرفتونا كثير جدا اهل الثقافه واهل العلم. دائما لما يكونوا موجودين معنا داخل الاستوديو احنا بنكون سعيدين جدا، بنحاول نخليها تكون سهره جميله ولطيفه ودمها خفيف. تابعونا والى اخبار سهرانين لهذا اليوم. أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أن علاقة السودان مع المملكة العربية السعودية متأصلة ومتجذرة بين البلدين، ولم ينقطع التواصل بين البلدين طوال العهود الماضية. وقال البرهان في مقابلة تلفزيونية أن السعودية تقف إلى جانب السودان منذ حدوث التغيير وتنسق معها في العديد من القضايا، وتواجد قواتنا في الحد الجنوبي للسعودية أكبر دليل على ذلك. وحول العلاقة مع إيران شدد البرهان على أن السودان لا تجمعه أي علاقة بإيران، وشن هجوما عليها مؤكدا أنها تشكل تهديدا أمنيا لدول الخليج والدول العربية. إذن هي رسالة واضحة من المملكة العربية السعودية للسودان، والسعودية دوما تقف مع السودان جنبا إلى جنب، علاقات قوية، علاقات متينة ومتجذرة دوما. هم يعني إحنا يعني بنقول إنه أبدا يعني بنحس يعني هي قبل ما تكون في علاقات دبلوماسية هي في علاقات شعبية أو دبلوماسية شعبية بين الشعبين ومنذ الأزل يعني، والعلاقات قوية وما زالت متينة، وإن شاء الله كمان تمتن لقدام خاصة بعد التغيير. السعودية تقف جنبا إلى جنب مع السودان. أكيد طبعا السعودية واقفة يعني واقفة وقوف كبير جدا من خلال التعاملات اللي حصلت في الفترة اللي فاتت، والعلاقات ممتدة ومتجذرة. ضيوفنا داخل الاستوديو أهلا بكم ومرحب بكم. نحن عندنا هدية قبل كل شيء نهديكم ليها، نشوف الكنترول مجهز لنا شنو ليكم وللمشاهدين. ونجد الهدية والأخت الإعلامية ناهد ذكرت في الخبر التواصل بين الشعبين، وذكرت
الثورة والتغيير، فدعونا نترحم على من هم أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر، الشهداء الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض السودان حتى تسهر شقائق النعمان، لننعم جميعا بالحرية والديمقراطية والسيادة الوطنية. نترحم عليهم ونهدي بعض هذا العمل الذي نقدمه اليوم وهذا الفعل الثقافي وهذه التظاهرة الثقافية التي نشترك فيها أو نسهم فيها بالحد الأدنى، نهديها إلى أرواحهم جميعا، وهم الذين توجونا بالحرية والعدالة والسلام. الله يرحمهم، لهم الرحمة والمغفرة. شاكرين هذه اللفتة الجميلة أستاذ عاطف عولي، يعني لفتة حقيقة بار عليك، وشكرا لك كثير جدا، ونترحم طبعا على كل الشهداء، وربنا يرجع المفقودين ويعالج الجرحى بإذن الله. نتمنى الخير للسودان عموما إن شاء الله، نتمنى لا دماء جديدة تكون في السودان، لا أرواح تفقد، لا أمهات سكلة. نتمنى فعلا نعيش في سلام، سلام وحرية وعدالة والسيادة. يعني السودان الآن بنعم بتغيير جميل والمستقبل ظاهر أمامه. نرجع نقول يا سلام يا سلام على الكورال الجميل، والفكرة كانت حقت شكر الله خلف الله يا أخي، التحية له، والفكرة ضمت كمية من النجوم الشباب المغنيين. شكرا لعز الدين من شكرا لعز الدين، شكرا لعز الدين كمان. ضمت كمية من الممثلين كمان أيضا، وكانت أغنية جميلة فيها ألوان طيف من الأصوات المختلفة، وأصوات جميلة ونجوم شباب كلهم ما شاء الله عليهم. فعلا كان شكرا لعز الدين من الشباب المفكرين جدا، وكونه التفت لفكرة زي دي حاجة رائعة وحاجة جميلة جدا. جميل البريد طبعا حلو عشان بلدنا اسمه، وجميل جدا طبعا عدد كبير جدا من الفنانين الشباب. عجبني جدا اللبس، شكل الديكور، التنوع، وال يعني عمر احساس غنى بتنوع حتته، في كان شيء جميل جدا مهم وبريت كده على بعضه بصراحه. يمكن الكلام تحت الهوى، يعني انه بعد التغيير حصل تغيير فعلا كبير جدا في طريقه الاغاني، التطور اللي حصل في الطريقه بنفسه، في الشكل والعرض وفي الاغاني نفسها وكده. فانا بفتكر انه ده ان شاء الله بيصب كله في مصلحه الثقافه. اليوم حديثنا عن المكتبات، والمكتبات مهمه جدا في حياتنا اليومية، أيضا حياتنا الثقافية بتضم طبعا أكيد المكتبات، هي فيها الكبيرة وفيها الصغيرة، الصغيرة وبتضم في مكتبات عامة ومكتبات صغيرة في بيوت. يعني إحنا بنقول زمان البيت ما فيه مكتبة، وهنا كانوا بيقول بيت ما فيه مكتبة يعني ما بيخشوه، بيقول لك ديل ما عندهم مكتبة وكأنهم ناس ما مثقفين. أهلا بضيوفنا أستاذ عاطف أو أستاذ سامح، أهلا بكم وسهلا. عايزين نتكلم عن، قبل ما نتكلم نتعرف عليكم أحسن، في بداية كلمنا عنك أستاذ عاطف، عرفنا عليك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. عاطف أحمد عبد اللطيف أحمد، الشهرة عاطف عولي. عولي يعني شنو؟ ولا ده اسم جد؟ والله هي اسم تقريبا الأسماء المركبة، فهو جد بالنسبة لي إذا حسبتها بالواحد بيكون العاشر، لكن من الأسماء المركبة يكون عاطف أحمد عبد اللطيف أحمد محمد حمد محمد أحمد الشهاوي عولي. فالأسماء في النص دي غالبا مركبة، لأنه لجدي أنا عبد اللطيف واحد قال لي وانت تشبه جدك عبد اللطيف، فقطع الشك ما هو ديناصور يكون عايش الفتره دي كلها، لانه هو الوحيد اللي كان لونه فاتح قمحي او ابيض وسط اخوانه اشقائه الخضر، عولي يعني، فصارت عولي، عولي ماركه مسجله. عولي يعني شنو؟ والله لما بحثتها في من الاغاني في الشعر بتاع البطانه بيقول لك بخاف بهادي العولي، العول هم الأهل أو القبيلة. أيوة. فيظهر أنها جاية من هنا يعني. من عوائل العول. العول. يقول لك معاهم عول. عول يعني عنده عول. أهل، عنده قبيلة. أيوة. طيب. الأصل تنقسي الجزيرة الولاية الشمالية،
سكن مدني مارينجان حلة حسن، المراحل الدراسية حلة حسن الابتدائية، مدني الأهلية ألف، مدني الأميرية، فريني التجارية، جامعة دمشق كلية الاقتصاد، وأكملت بجامعة الجزيرة والتي تخرجت فيها. مريت بعمل بعد هنا في الإذاعة والتلفزيون في مدني في برامج متخصصة عن البيئة، ومن ثم في برامج المنوعات أيضا بإذاعة القضارف، وكان في رؤية في أن إنشاء مركز إعلامي ينتج شغل البيئة على قرار المجلات العلمية ترانستيل وزيرو ون، ويكون عنده شغل في الصحف والمجلات وعنده شغل بتاع بحوث علمية، ولكن عاكسونا من اقتلعهم الشعب السوداني ورمى بهم في مزبلة التاريخ وحاولوا سرقة البروبوزل نفسه، وأنا حاولت أعيد نفسي بالتحاق في كلية الزراعة قسم الإرشاد الزراعي، وأنا خريج اقتصاد، ولكن ده للاهتمام في سبجي كمتر سبيشاليست في شغل عن دور البرامج الإذاعية والتلفزيونية في رفع الوعي البيئي، وبرضو ما كملته. التحقت بالبحر كضابط تدريب بحري في شركة الخطوط البحرية السودانية، وعدت أدراجي في رحلة غير مخطط لها مسبقا إلى المملكة العربية السعودية. ولكم سنة باختصار شديد، وزاملت إبراهيم كوميك في بداياته الأولى، وهو طبعا إبراهيم كوميك كل الناس بيعرفوه زول مسرحي، لكن الليلة أقوم أديكم سر. الراجل ده تشكيلي ماهر، رسام باليد، أعمال الخزف وراجل يعني كان يتعامل مع الجرة، كان بيمشي يجيبوها من في مدني في منطقة الجير، وبتلقاهم ماسكين الصنفرة بيصنفروا، وبعد ذاك بيدوها لسناب اللي هو الغير الأبيض، وبعد ذاك الشغل بيبدأ يصهر يعني بالبهية. ان شاء الله فنان يعني فنان وما حكى لنا ولا جاب لنا سيره اصلا. زوره كانت مهتميه وهو زاد اخذ الاهتمام منا، شغل بالزجاج المكسر والمرمى في الشوارع يخرجوا به لوحات جميله يعني. أيوه. ده ابراهيم كوميك الجانب الوجه الاخر اللي ما كنا عارفين ما بتعرف في القناه ما في العالم حاجه. ابراهيم نجمة المخرج نجمة، عارف الموضوع ده بس نجمة. طيب ايوه، وكان فزنا في معرض الزهور بغرفه تجاريه ومدينه سعود مدني في فتره من الفترات، ومهرجانات الابداع الثقافي، الابداع الثقافي برضو كمان. ايوه حاجب لك قول على فكره، حاجب لك أزيار، وهنا طبعا المملكة العربية السعودية مليانة بالحاجات اللي بتشبه حاجاتنا. إذا كانش بيشتغل الوالد يعني أكثر حاجة. أنت ما بتشتغل ما بتزين. أنا بشتغل بالزحر. أنا بشتغل اشتغلتها شلتها من الوالد طبعا. بكرة تعال بدري بس من الساعة 4 إن شاء الله أنا حاضبط لك الحاجات كلها. بيقول ليك وتعالي. أجي أقول الواجب. والله ما كنا عارفين. لا دي حقيقة يعني. راجل. فنان الإنسان فنان فنان. لا فنان فنان شامل هو، وفي حاجات كثيرة نحن أنا إذا حبة كبسولة كبسولة. كويس جميل جدا. أهلا بك أستاذ سامح كمان. طاقة تعريفية عليك. أنا سامح ضفع الله عبد الله، مواليد مدينة سعود مدني، منطقة مصنط. الليلة مدني تكسب كلكم. أيه. من مدني يعني وإبراهيم وكلكم. أنا منتمي لمصنط من خلال الوالدة الله يديها العافية، والوالد من منطقة اسمها الخوالدة في طريق سنار مدني، فما بعيدات من بعض. أنا بحبهم الاثنين بنفس الغدر، لكن طبعاً مصنط لأنه تربيت فيها، اتولدت فيها وتربيت فيها ودرست فيها الابتدائي، بعد ذاك مشيت مدرسة بركات الثانوية، منها مشيت مدرسة مدني الثانوية، ثاني مشيت جامعة كلية المدني الأهلية، درست محاسبة مع أنه ما كان مجالي اللي أنا عايزه. أنا كان نفسي وأنا من صغير كده أقوم أقرأ إعلام، ما إعلام، أقرأ آداب لغة عربية أو إعلام، فالأغدار هي بتسوقك للحاجة يعني، مرات لظروف معينة. في النهاية الواحد بيقول كل خلق لما هو ميسر له يعني. الحمد لله رب العالمين على النعمة دي. ربنا ما بيختار لنا إلا الشيء اللي بيشبهنا. أكيد أكيد أكيد. جيت السعودية هنا 2013، ما اشتغلت في السودان نهائي أي حاجة، لأنه كنا يساريين في الجامعة وأي حتة بنمشي في الشنطة طوالي.
انا في واحده من الشركات دي تعينت فيها يوم الاربعاء، يوم السبت بدي على الهدف ابي يدخلني ما شاء الله يا سارة والله يوم الاربعاء عينوني، يوم الخميس جيت داومت، يوم السبت بدي على الهدف قال لي انت بالذات ما بتخش. فكانت مؤسسه الجزيره للتمويل الاصغر، فمنها عرفت انه انا ما عندي مشيت الامارات قعدت فيها فتره، وجيت راجع السعوديه وموجود فيها من 2013. ربنا نشوف سبحان الله بيقسم للناس الخير يعني. صح طبعا القصه دي السياسه ما بتنفصل من الثقافه يعني. اكيد طبعا. فالاخ سامح اللي قاله ده يعني خلوني انا اقوم اذكر حاجه صغيره يعني. يعني انا كنت كادر خطابي لتنظيمي في جامعه الجزيره يعني. والناس بتعرفني كويس يعني الدفعه 13. ف لجنه الاختيار للخدمه العامه وانت بتعرفها كوميك اللي هي أيوة. ورا الميز بتاع الاطباء يعني. أيوة. والزول اللي جابوه زول اساسا ما مهل انه يعمل لجامعين يعني، هو خريج ثانوي ومحاسب في مشروع الجزيره يعني، مشروع الجزيره الله يرحمه يعني نتيجه سياساتهم. كنت بجي كل معاينه والله بيلاقونا زملائنا في الجامعه الكيزان يقول لي انت جاي هنا لشنو؟ بيكون شايل خطاب المعاينه التعيين بتاعه بيطلع من دار اتحاد العمال اللي هو اللي بقاسي فيه برج مقابل للمستشفى يعني. ده قام مره سالني يعني انت جيت كثير يعني بتجي لشنو؟ قلت انا بجي عشان اثبت حقي وعارفك ما حد عيني، لكن في يوم ما حاصبك في بوابة التاريخ وحاكمك فأنك أنت بتدي وظائف لناس من اتجاه سياسي محدد يعني وما مؤهلين يعني. الناس اللي كان بيتموها بأنه يزنقوا في الامتحانات يقول لك ماشي جهاد، يجي دورة مجاهدين كويس نحن الثقافة هي فعل سياسي كمان يعني، بنعرج غصبا عننا للسياسة يعني. الناس اللي بتمشي وبيجي دورة مجاهدين وبياخدوا درجات عليا ده كانت معروفة في كل الجامعة، انضربت فيها حتى أنك أنت يا إبراهيم كوميك عشان تتعين في البحوث الزراعية أو الصناعية أو أستاذ جامعي لابد أنك تكون متخرج بمرتبة الشرف الأولى أو المرتبة الشرف الثانية أبر كويس. الناس دي الترس مقبول قاعدين اساتذه في الجامعات يعني. طيب ما كانوا واضحين قالوا التمكين وما التمكين. ايوه اسئله يعني التمكين معلمون يعني زمان تعرفين التمكين واسي التمكين معلمون. نعم وحار جدا. القصه دي انا كانت قصه مؤلمه جدا بالنسبه لي بالمناسبه، مؤلمه شديد يعني. قصه انك ما تخش مكتبك يعني. انا الشخص اللي طلبنا للتعيين كان بيشرح لنا في أيام الجامعة، فعرفنا مؤهلين قام اختارني وقال لي تجي، مشيت ومعاينات وهي حاجة في الجامعة. كنت يا ساري معروف؟ معروف أي ما معروف شديد لكن معروف يعني. فمشيت ومعاينات وهي حاجة وأنا واثق فيه جدا. فهو كان رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر اللي هي تبع بنك الخرطوم. فمشيت والأمور مشت، يوم الأربع مشيت أبو خبرك. الخميس مشيت جاء واحد من الكيزان بتاعين الجامعة سامح السلام عليكم مالك انت بجي، قلت والله دعينت انا 200 قلت والله ليه الاول يوم مرق خلاص كل سنة وانت طيب بك. والله العظيم انا يوم السبت بتاع الهدف جاء ورفض يدخلني. الشيء المضحك في نفس الوقت انه رئيس المؤسسة ذاته شر البلية قالوا ما يضحك أيوة. فعلا رئيس المؤسسة ذاته ربنا يديه العافية هو موجود هنا حسي السعودية لانه فرضوا عليه ناس ما عندهم اي ما مؤهلين. فقال لي انا لما مشيت خليت لهم المؤسسه ممكن فيها 5 مليار الوقت ده كانت مبلغ خرافي. فحصل اتصلوا عليه بتليفون قبل ما الحكومه تسقط يا اخي تجي راجع لانه المؤسسه حاسه مطلوبه. فقال لي ده كله بسبب
التعيين لناس ما في محلهم يعني. إذا ده التمكين اللي إحنا كنا بنتكلم عنه وإحنا بعيدا عن السياسة، هي طبعا أثرت على الثقافة، أثرت على جميع مناحي الحياة سواء كان في الصحة أو التعليم، وما زلنا من عان، لكن إن شاء الله إحنا طبعا بنعول كل الخير على هذه الحكومة الجديدة بإذن الله في إنه إحنا نقدر نتخطى كل هذه الصعاب، وكفاية آلام كفاية تعب بإذن الله. إحنا حنخش في موضوعنا طوالي. المكتبات طبعا أكيد القاهرة تكتب، بيروت تطبع، والخرطوم تقرأ. من المعروف إنه في الجيل السابق لينا وجيلنا برضو كان إحنا كل الناس بتاعين قراءة يعني، قبل ما تكون في كمبيوترات أو في أي أجهزة أو في أي تعامل، فكانت الكتب والمجلات اللي بتجي من مصر وغيرها فكانت بتكون بالحجز يعني، وموجودة في كل يعني يمكن أقصى السودان لو في مكتبة صغيرة ممكن تلقى فيها عدد صادر اليوم في جمهورية مصر العربية وتقرأه، سواء كان مجلة أو كتاب أو أقصد جريدة، مجلة أو جريدة. ف المكتبات دورها كبير جدا. يومنا الحديثنا إن شاء الله عن المكتبات، في المكتبات الكبيرة والمكتبات الصغيرة بيومها عدد كبير جدا من الناس العايزة تدرس تثقف تقرأ، كمان المنتفعين أيضا من القراءة، أيضا الباحثين اللي بيبحثوا عن داخل هذه الكتب. كان يعني حتى في دراستنا ومدارسنا أستاذ علي كانت الكتب موجودة عندنا، حصة اسمها حصة المكتبة لأهميتها. كلمنا عن المكتبات. طيب والله الفعل الثقافي يعني هو كم كبير جدا جدا يعني، جزء منه انت اخذت محور، وانا تابعتكم في تحت يعني الجانب ده، تناقشت فيه مع اخونا درديري كباشي. نعم صحيح. الكاتب والقاص، وتكلم فيه كلام جميل جدا جدا يعني، وانتوا كمان ما قصرتوا يعني، يعني في مواضيع الثقافة بتخطوا في محاور جميلة جدا. نتمنى أنه أنا وغيري نسهم في أنه نسلط الضوء على هذا الجانب المهم. أنا هتكلم لك معليش لجزء محلي عايشته في السودان، وجزء خارجي عايشته وأنا طالب في جامعة دمشق رسالة المكتبة نفسها يعني. المكتبة عندنا زي ما أنت قلتي الناس ما كانت بتمشي ليه يعني، ممكن بيت ما يمشي ليه ما عندهم مكتبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بيت ما فيه التمر بيت فقير يعني. فكانت نفس النظرة بتاعت المصطفى صلى الله عليه وسلم للبيت الفقير بعدم وجود التمر، كان السودانيين البيت بينظروا له بيت فقير إذا ما فيه مكتبة خاصة، إذا ما كان الأب يشجع الأبناء على المكتبة. يتكلم عن المكتبة الخاصة، المكتبة الخاصة في البيت، وبعد ذلك ننطلق إلى البترينة. كانت البترينات يعني المكتبة يعني مؤسسة أسهمت في بناء ثقافي ضخم جدا لدى الشعب السوداني. المكتبة بتذكر أنت مثلا في مدني المكتبة المكتبة البلدية واللي تنقلت في حتت كثيرة وما زالت موجودة في حي الزمالك تقريبا. أيوة. يلا المكتبات بتاعت المراكز الثقافية، نحن في مدن عندنا أشهر مكتبة بريتش كاونسل. أيوة. يعني حتى جوتا. لما تمشي الخرطوم جوتا وغيره 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 وغيره. كانت هذه المكتبة ترفض الباحثين وترفض الطلاب العلم والباحثين عن إشباع النهم الثقافي للاطلاع بكم من الكتب. كانت بعض المكتبات صحيح فقيرة، دخلت بعد ذاك المراكز الثقافية حتى في الخرطوم مثلا. أذكر لك مثال وإنت أدرى مني يعني في الخرطوم، زي أقول مثال مركز عبد الكريم مرغني ودوره في الحراك الثقافي، مركز راشد دياب، بشير الريح، بشير الريح، مكتبة بشير الريح، مكتبة. أيوة. مكتبة قبل ما يكون مركز كمان. أيوة. يعني بعد ذاك المكتبات في المدارس، المكتبات زي ما قالت الأستاذة ناهد، المكتبات في الجامعات أدت دور كبير جدا جدا. أنا يا جماعة اسمحوا لي أقول لكم نموذج لمكتبة أنا يعني كنت أحد مدمنين في القطر العربي السوري، مكتبة الأسد.
مكتبة الأسد دي فيها أكثر من 1,000,000 عنوان أوفر ذات. أنا أضرب مثال بحاجة عايشتها فيها القسم بتاع الصوت والضوء كان الله يديه الصحة والعافية إذا كان حياً ويرحمه إذا كان ميتاً، ولكن أنا تركت شاب في سوريا الدكتور عبد النبي الصطيف على قرار حديث الأربعاء لطه حسين كان عنده الأغنية الصور الجمالية في الأغنية العربية، وكانت كل أسبوع لقطر من الأقطار. أنا بتذكر يعني ذهن راسخة عن الصور الجمالية في الأغنية السودانية عندما تناول إدريس جماع، وأول مرة يعني أنا أفهم كلمة واستعصمت أنت السماء وبدت لنا واستعصمت بالبعد عنا. وقال في حق إدريس جماع هذا الإدريس جماع استخدم كلمة واستعصمت على قلة استخدامها في اللغة العربية كما لم يستخدمها السابقون، ولا أظن إن اللاحقين قادرين على استخدامها مثل ما استخدمها هذا الإدريس جماع. ثم عرج إلى ذلك كما سماه الأعجمي ورسم لوحة جمالية أمامنا بالصوت بالضوء سالة من شعرها الذهب أبو أمن حامد. فأنا اختصرت لك شديد جدا في رسالة المكتبة ودورة في عملية الإسراء الثقافي. وأنا دارت نحن اللي قدام نتكلم، أنا بهمني مسألة الثقافة في مسألة دورة في التغيير المجتمعي. طيب جميل، يعني أنا مهتم من بالثقافة من زاوية التغيير، حركة التغيير المجتمعي، لأنه نعم. الآن يعني مسألة بناء الثورة الشعبية هي حركة تغيير مجتمعي. هنجيك في الحتة دي ونتكلم عنها لأنه الرسالة مهمة جدا في تشكيل ثقافة المجتمع، هو السؤال اللي هنديه برضو للأستاذ سامح. تشكيل ثقافة المجتمع من خلال المكتبات هي أكيد بتجد الفرضيات وسيلة للتواصل وسيلة للمعرفة بصورة كبيرة جدا. المكتبة وأهميتها. المكتبة هي عنصر مهم جدا، مفترض يكون موجود في أي حي، مفترض يكون في مكتبة في أي حي، لأنه المكتبة بتعالج كل المشاكل أو غالبية المشاكل الموجودة حسب المجتمع السوداني. عندنا تقصد المكتبة نخش نقرأ منها ونخلي الكتاب في مكانه؟ تخلي الكتاب في مكانه يعني، يعني قصدك كده؟ أيوة. ليه؟ لأنه في ناس كثيرين بيكونوا عايزين يقروا كتب لكن ما بيقدروا يشتروا. أيوة تمام. فالمكتبات على قلة الحس الموجودة، أنا بتكلم عن مدني، أنا والله ما شيت ياسر الأخيرة دي للأسف كثير من المكتبات لقيت محلها صوالين حلاقة يعني بتجيب قروش. والله العظيم الناس بقت بتتجه للحاجة بتجيب قروش أكتر من الحاجة اللي بتديك رصيد معرفي. المكتبات بتوفر لك الذخيرة اللغوية، ودي بتعالج المشاكل الاجتماعية والسياسية. حسنا احنا عندنا سياسيين وعندنا ناس رياضيين وعندنا ناس على مستوى بيغلط غلطات إملائية في حديث مع كنا في النطق في كلمة مع كلمة. ليه؟ لأنه الذخيرة اللغوية حقتهم أصلا تعبانة يعني، لأنه ما قروا الواحد. أيوة ما قروا. المكتبات هي لعبة الكورة. أيوة. ما في لعب كورة كده في السودان إلا من رحم ربي، بيجي يقول لك أربعة خمسة كلمات مع بعض يا سامر. لأنه شنو تعرف في فترة من الفترات المكتبات إحنا ما بنتكلم عنها كمبنى يعني، بنتكلم عنها ككتب كويس. اتحاربت في كثير من الفترة الفاتت، اتحاربت الكتب اللي هي ممكن توصلنا للمرحلة اللي انت هسي تقول فيها. ايوه ما تنسى اكبر جريمة ارتكبت في حق الكتب في الشعب السوداني، القبة الخضراء. ايوه القبة الخضراء اتحولت لمول. ايوه في مقصودة يعني، كان في مكتبات صغيرة ما هي براها صغيرة. حتى هي موجودة. انا استاذ ابراهيم استاذ انا بتذكر عشان انا المكتبات ما كانت، مثلا انا كنت صغير الوقت داك في نهاية الاساس وماشي على الثانوي، انا كنت بمشي شدرة المعرفة، سداي ممكن تعرفها. نعم. شجرة المعرفة دي منطقة في مدني جم حديقة ويا الله، شجرة كبيرة كده تحتها في فراشة بتاع الكتب. ومن هنا انا بحيي السنوسي والله استاذنا. انا بديت والله اقرا الكتب هناك. ايوه. واحلى حاجة كتب احلى حاجة ليه؟ لانه انا كان بمشي اجر الكتاب بمبلغ صغير وني كده بقعد بقرا منه جزء، بجي ثاني يوم بكمله برجع كده. وبطرح على الاستاذ محمد عز الدين محمد ابراهيم
من أشهر الوراقين وفراشين الكتب في المدني. الله يرحمه رجل أستاذ. كان رجل والله العظيم ربنا يرحمه ويغفر له، لكن أنا حزنت حزن شديد. الله يرحمه عز الدين، لأنه كان رجل غامض بحقه حقيقة، رجل في رأسه ده فيه كمية من الحاجات اللي إحنا محتاجين تكون عند زول حسن. كان يكون مدرب يعني، وأجمل ما في الكتب الكتب الصفراء يا إبراهيم، بتكون لون أصفر ديك أنا بحبها. أيوة. جدا. عندها ريحة، ريحة الكتب أهم حاجة. هنا محمد عز الدين على ذكره ربنا يرحمه ويغفر له، وكان يعني عامله شكل بتاع نادي كده، فيه الأستاذ محمد محي الدين، الأستاذ عمر السنون، ملتقى يعني ملتقى ملتقى فيه كمية من الناس الأدباء والشعراء والفنانين كمان، ونفس الجمع ده بعد ما ينتهي من السوق بتاع الفرش ده بتاع الكتب بيجوا هناك على المسرح كمان. كان في حاجة أستاذ بيعمله أستاذ محمد عز الدين ده، أستاذ محمد عز الدين ده الله يرحمه ويغفر له، كان بيشارك في اي محفل ثقافي انت تدعو له مجانا، ما بقول لك دار قول بجيب المكتب حقته دي وبيجي اسبوع ثقافي في تبادل وجهات نظر. يا اخي طيب اضافه للكلام ده يعني احنا دور المكتبات، اتكلمنا مثلا عن دور المكتبات في الاحياء، المكتبات الحكوميه اول حاجه، حتى المكتبات التجاريه بالمناسبه كان عندها دور في يعني جذب القارئ، يعني مثلا مكتبة الفجري السودان بوكشوف في مدني أو مكتبات كبيرة، مكتبة مروي وغيره، كانت بيع الكتب كانت ولا مكتبة نقعد نقرأ فيها؟ لا المكتبة حتى مثلا نحن ما بنقرأ فيها دي، زايد أنه المكتبة اللي كانت بتبيع الكتاب كانت دائرة تصل القارئ، ودائرة يعني إذا ما هو قادر يصلها كانت دائرة تصله هي عبر مثلا الروابط بتاعة الطلاب في الجامعات في الثانويات. أيوة. لما يعملوا أسابيع ثقافية كان بيدوهم كتب وبأسعار مخفضة في أنه يعرضوها كمعرض كتاب داخل الأسابيع. أيوة. الثقافية لهذه الروابط أو كده، منها الطلاب كان بيلقوا عائد كويس لتمويل أنشطتهم الثقافية الأخرى أو الاجتماعية أو الرياضية، ومنها المكتبات كانت بتسهم في إسراع حركة الثقافة. ما كمان يعني انت 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 داير تخاطب القادر اللي بيجي المكتبه، يلا احنا عشان نصنف الحاجات دي نتكلم عن المكتبه والوسط اللي هو عبر لا 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 أيوة. نتكلم عن المكتبه الحكوميه كويس. نعم. اللي هي العامه اللي بيقروا فيها الناس زي ما ناهد قالت كويس، في المكتبه الخاصه داخل البيت، المكتبه اللي بتبيع الكتب دي اللي هي هم يسموها قرطاسيه صح، زي سودان بوكشوب مثلا. أيوة. مليانه بوكشوب. كتب مثلا نحن انتهى الفاصل الاول كويس، هنجي نتكلم عن المكتبه الحكوميه، هنجي نتكلم عن المكتبه الخاصه، ونتكلم عن الناس اللي عندهم هوايه جمع الكتب في مدينه المدينة او سواء كان في الخرطوم يعني. نمشي اهلا بكم اعزائي المشاهدين، مرحب بكم مره ثانيه، واهلا بكم في سهره سهرانين لهذا اليوم. ان شاء الله دائما تابعونا في سهراتنا معاكم، دائما تابعونا عبر اليوتيوب وكمان عبر التويتر، ايضا عبر الفيسبوك بتلقوا حلقاتنا كلها موجوده، وكمان على مقاطع يعني مقاطع الضيوف والاخبار الحاجات الهامه اللي بيقولوها احنا جدا بنحفظها موجوده على تويتر على الفيسبوك، وانا افتكر انها هي مفيده جدا بحيث انه يسهل تحركها من شخص لاخر عبر الواتساب او عبر الوسائط. اللينكات صغيره ما بتحصل لا دقيقتين، لكن اعتقد ان فيها من الافاده ما يفيد. اهلا بك ابراهيم مره ثانيه. اهلا مرحبا، اهلا وسهلا ناهد. اتكلمنا قبل الفاصل في المكتبات، احنا نتكلم عن المكتبات الحكوميه واثرها في المتلقي يعني واضافت له شنو، وهل هي يعني انهارت ولا موجوده ولا عاوزة تعمير ثاني مرة ثانية عشان يستفيد منها المواطن السوداني بشكل كبير، ولا كيف، ولا وضعه وين؟ نموذج المكتبة المركز الثقافي بتاع الجزيرة اللي هو جنب المسرح ده. طيب والله أشوف المكتبة الحكومية منذ فجر التاريخ يعني ما نحن ما بنربطها بحقبة زمنية محددة يعني في الفترة الأخيرة يعني يمكن قلموا أظافرها وقللوا دورها وهدموها غيبت، ويمكن في مكتبات كثيرة الأرض المقامة عليها شالوها حولوها لحاجة تانية شركة كويس. سامح قبل شوية أتكلم عن أنك راجع مثلا حتى الوسائط يعني
الزمالك هنا في اللغه الانجليزيه عندك السبيلينج وعندك الديكتيشن وعندك الليتريتشر وعندك الكومبوزيشن. في اللغه العربيه عندك قالت استاذه ناهد المكتبه حصه المكتبه, وكانت عندنا الانشاء, وعندنا حاجات كثيره فيها منافسات مطالعه لان الحصيله اللغويه اللي بتعد المذيع والاعلامي والشاعر ورجل الدوله وغيره. الان لاحظ الجروبات والله اخطاء لغويه تحزن حزينه. احنا عندنا جروبات ناس غادروها للاخطاء اللغويه بتاعتها. وبعدين على فكره مستوى يعني ما شاء الله ممكن يكون بروفيسورات يعني برضو احنا بنشوف انا بحمد ربنا على فكره يعني كنا جيل قارئ, بحمد ربنا على كده. انت قلت حاجه اللي بتوجهك من صغير انك يا تكون اعلامي يا تكون او حتى قادر انك تكتب صح وتقول صح يعني. ففعلا القراءه كانت مهمه جدا والله يعني. بشكر اهلنا والله بصراحه يمكن كل الجيل اللي عاش معي في الفتره دي يعني. يلا المكتبه العامه دي كانت رسالتها وكانت دورها كبير يعني. كان الحي اللي فيه المكتبة يحتفي بها, يهتموا حتى بالموظفين يعني. ده من حب أهلنا كويس. أهلنا حتى الناس الواحد تلقى والدين وما متعلمين كويس, لكن بيشوفوا استثمارهم في ابنهم وفي ابن الحي كويس. لأنه أساسا حتى ما أنا وإنت وسامح ما أهلنا ما دفعوا التكاليف الحقيقية بتاع تعليمنا, دفعت الشعب السوداني. لانه كان يصدر لنا نحن كطلاب نحن استثمروا فينا والمخرجات بتاعته انه نحن نتخرج ونخدم وساطة افضل. كانت الكلام ده حتى في الحي يعني. الموظف اللي كان يلحق بالمكتبات كان اهل الحي بيجيبوا له الفطور ويجيبوا له الشاي كويس. واللي بيشتغل بالمسا كانت الانشطه بتاعت المكتبات, الانشطه المرافقه كان يقولون حتى العشاء والضيافة وغيره وغيره وغيره. كان يساهموا معاهم في حراسة المكتبة يعني. كان أولاد الحي كان بيعملوا شغل بتاع يعني دورية لأنه يحرسوا المكتبة لأنه عارفين قيمتها. نعم عارفين قيمتها. وعندك ما رأيك في المكتبات في صالون بعد الناس الكبار كشكل اجتماعي وكشكل ثقافي برستيج يعني. بس وما بيقروا يعني في لا في والله بيقروا. شوف بيقروا يعني في مكتبات وحتى أهلها أوصوا بإهداها إلى مكتبات عامة بعد وفاتهم أو غيره يعني. في بيوت عندنا في مدينتنا التي عشت فيها في مدينة ود مدني مكتبات فيها أمهات الكتب. معلش ممكن تسمح لي بحاجة؟ أنا أبوي طبعا الوالد بشير الطيب الصحفي والكاتب عنده كان يمكن أكثر من 5000 كتاب. فإحنا صغار تبرعوا لجامعة الخرطوم يعني. الآن موجودة الكتب. طيب أنا والله ما كنت عارف الاسم لكن عارف أنه في شخصيات أهدت نعم المكتبات بتاعتها إلى جامعات وإلى مكتبات نعم عامة. نعم لأهميتها برضو زي نعم ما قال إبراهيم. نعم نعم لأهمية نعم الثقافة والمكتبة. نعم والله يمكن رحم الله والدك وهو واحد من النماذج المضيئة اللي أنا تكلمت عنها حتى قبل ما أعرف أنه أبوه قام بالدور ده الله يرحمه. الله يرحمه. لكن في نماذج أخرى يعني في كثيرين يعني كان لإيمان بالمكتبة وبالمسألة بتاعت أنه الثقافة والعلم يكون حق مشاع. كانوا معليش نحن كان في مدينة ود مدني يعني كانت عندنا مكتبات, كان عندنا ناس في الأحياء يقوموا يجمعوا كويس ريال وشيلين وحاجات زي دي, بيقوموا يشتروا بعض المجلات والألغاز والسلاسل بتاعت الكتب وبيقوموا يخطوها عين واحد في أنه تدور. بيقوم يجيك واحد من الناس هنا أها أنت قريت شنو ما في الكتاب الثاني ده جابوه ما يعني. كانت نحن عشنا في بيئة عمالية في مشروع الجزيرة, عمال مشروع الجزيرة والموظفين كان لما يصرفوا بيجوا على الزول اللي عنده مثلا المكتبه دي في الحي الصغير. يلا في مكتبه المدينه اللي عندها دار. ايوه صحيح يعني في تسليف داخل البيوت كمان كويس. وبعد ذاك في المكتبه العامه. فهي ادت يعني رساله كبيره ودور كبير جدا جدا. ليتنا نعود الى ذلك الزمن. اسمح لي يا اخي انا اترحم على روح المرحوم الاستاذ محمد عثمان ساتي
استاذ محمد عثمان ساتي مدير تعليم الكبار في مدني، كان بيمتلك مكتبة عريقة جدا، مكتبة كبيرة جدا بتضم كمية من الكتب اللي لها علاقة بالثقافة، اللي لها علاقة بالسياسة، اللي لها علاقة بالمجتمع. فكانت مكتبة الكلام ليك يا المنطط. أيوة. عينيك ديوان المشهور. بالضبط الكلام ليك. نعم. يا المنطط عينيك. نعم. ديوان مشهور، وكان عنده كتب وبيفتح علينا انه نحن نقرا في بيته في صالونه. يا سلام. فده واحد من المساهمات الكبيره. تخيل الاجر اللي بيلقاه. أيوة. يا ابراهيم الاجر اللي بيلقاه في حرف واحد ممكن تتعلمه يعني. اخوانا حتى قراءة دي اجرها كبير جدا جدا. طيب نرجع برضو لحته مهمه جدا، المجلات العربيه السعوديه السودانيه، المجلات المصريه، الصحف كلها لها اثر كبير جدا في ثقافتنا. برضو استاذ سامح زي ما انا ذكرت، يمكن احنا طبعا اكبر منك، احنا زمان كنا نتخاطف يعني تمشي تحجز الكتاب. المجلة حقك. أيوة المجلة أو الكتابة أو الصحيفة زمان كان في كثير يعني، آخر ساعة والمصور زمان يعني. عكس يعني أنت زمان ما كانت متاحة لك وبتجري حسي. أيوة. متاحة وما في زول عايزة ولا أهزي والله فعلا ما بنقرأ. بعدين أستاذ أنا عايز أقول لك حاجة، نحن كناس مسلمين مرجعياتنا الإسلام، أول كلمة نزلت في القرآن الكريم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، صلى الله العظيم إلى آخر السورة. أنا بتذكر انت عشان تقرا روايه للطيب صالح لازم انت تمر بمرحله كده في النص، تتدرج تقرا حاجات وانت طالع لفوق طالع لفوق لحد ما تصل مرحله انت تقدر تستوعب تقرا للطيب صالح. انا في الابتدائي كنت بحل كلمات متقاطعه، بقرا ضبط الكاريكاتير، جريده الاوائل، شويه شويه بقيت بقرا جرايد يعني اجتماعية. الدار بعد. أيوة. الدار بعد ذاك مجلات الصبيان ومجله ماجد، بعد ذاك انا مشيت شدرة المعرفة، عرفت انه في حاجات وفي كتب اكبر من الحاجة اللي انا بقرا فيها دي. بديت اقرا لأدهم صبري، قريت سلسلة رجل المستحيل لحد ما انا خليته ومشيت لحاجة اعلى منها كانت 450 كتاب، والله العظيم 450 كتاب تمرحل فعلا قريتهم كلهم. بعد ذاك لقيت نفسي انه انا عايز حاجة اعلى لحد ما وصلت لمرحلة بقرا لأغاثا كريستي يعني. نعم. والكتاب العالميين كلهم. فمفترض البيوت تهيئ لاولادهم الحاجة دي، يجيبوا لهم حاجات يقروها على قدر عقليتهم، وكل مرحلة يقوموا يرقوهم في البيت يجيبوا لهم حاجات. طيب حسي ما في انفتاح في عبر الانترنت في البي دي اف. انا اتخيل لي الكتاب هو طبعا امتع لريحته لانك ممكن تمسك وتقرا، وطبعا الناس هسه وقت ما فيها حل، ما اكذب عليك كل الناس بقت تتعامل مع الاجهزه. صح. الشباب والاطفال اللي بتتكلم عنهم او الطفل اللي انت بتقول انا كنت زيه وانا عايز رقيت نفسي وقريت قريت لغايه ما وصلت قريت حاجز كبير، كيف احنا نقدر نشجع الان او نرجع الطفل الان لانه يرجع للكتاب؟ بالكتاب، تجيب الكتاب في البيت، تجيب الكتب في البيت، لانه استاذ البي دي اف دي انا ما مقتنع. انا برضه والله ما مقتنع. اول حاجه النت ما بيسمح في السودان. آه. لكن بقت يعني بقت خلاص هي ما خلاص الواقع يعني. لا لحد اللحظه دي ممكن 80% من الناس اللي بيقولوا ممكن نرجع للكتاب. يا اخي ريحه الكتاب دي اهم لي من ممكن نرجع يعني. لكن ده في سن يعني سن كبير يعني. ممكن نرجع واقول لك حاجه. آه. يا استاذ انا بمشي مكتبه جرير هنا فيها كميه من الكتب، بمشي اشتري كتب مسهله والله. زوجتي بتحب القرايه جدا، مرات بمشي معاها بتشتري وانا بشتري. ففي شباب كثيرين بيشتروا كتب بعدين والله والله وغالبيتهم سودانيين. بس الناس تبتكر حاله جديده. خلينا من ريحه الكتاب دي، لكن تحبب الشباب الصغار ديل في القرايه ببرامج بمناقشه يتناقشوا بهدايا يعني. الناس تعمل حركه الناس الكبار يعملوا حركه عشان يشجعوا الصغار. تذكر مجله ماجد بحكايه الهدايا، تذكر هدايا بدون دلايات مفتاح جاي من الامارات. أيوة. يلا بنفس الهدايا دي صبيان انت متاح لك منصه انك تعرض فيها وتشجع الشباب على القرايه ويستسألهم من الكتاب كيف قروه، وفي اسئله جوه الكتاب يجاوب عليها هم، بتخلق شكل منافسة، المنافسة بتخلق شكل مدعى، بالتالي بيقوم شنو بتعودهم على القراءة الإلكترونية. والله شوف يا أخ إبراهيم، يمكن الكلام اللي قالته أو السؤال اللي طرحته الأخت ناهد هو سؤال عميق يعني، ونحن بنتكلم ما أصلا هو أصلا أنت لو بدأت تتكلم عن أي حاجة تنفصل عن السياسة. قفة المنافسة تتكلم عن السياسة. برضو المسألة بتاعت الاطلاع والقراءة
التعليم وغيره برضو بتكلم في السياسة. نحن كيف نبني هذا التغيير؟ بكل أسف نحن بنتكلم كنا وكنا 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 وزمان ودارين نعيد دارين نرجع إلى دي مشكلة أيوة زمن جميل أنه نحن سايرين إلى الأمام نحو الهاوية ما سايرين إلى القمة يعني. نعم. طيب نحن كانت المؤسسات كلها كانت بتحاصرنا في أنه نحن نقرأ وفي أنه نحن نمشي المكتبة المدرسة الشكل مؤسسة تربوية تعليمية كويس كان يعني في اللغة الإنجليزية أنا ملزم إنه تقرأ أنا جدا. أعمل سمري لكتاب أيوة. قريته وفي ارتباط ما بين سواء كنت أنا في مدني الأهلية أترحم على أساتذتي وأحيي الأحياء منهم في المدرسة أنا بفتكر الجامعة الآن الأهلية ألف كويس كان في ارتباط وثيق ما بين شعبة اللغة الإنجليزية والبريتش كونسل أنه انت تجيب ورقة من المدرسة وبيعملوا لك العضوية وبعد ذاك بيقوموا شنو بيدوك الكتب ملزم انت يوم الخميس بتقوم تسلم الكراس بتاع السمري بتاع كتاب قريته وبتاخد السبيلينج 100 كلمة كويس والنمرة 25 واللي هي بربع وأي خطأ بخمسة سيطان صح العقاب والحسابة بتحسب شوف أنه هنا ده للناس اللغة بالزوكلز يعني أيوة للغة الإنجليزية أيوة. أنا يعني استمتعت بالحتة دي في اللغة الإنجليزية مثلاً أنا قريت ليتل ويمين أنا قريت كينج سالمون مايس أنا لحد هذه اللحظة يعني أذكر الأستاذ الذي كان يعني يشرف علينا وحافظ مقاطع من كينج سالمون مايس يعني بس لك الاسبيلينج اللي عندك ممكن هسي أولادنا ما يكون عندهم نفس نعم. الطريقة حقتنا يعني القراءة كثيرة أصلا أيضا يلا في الكتب العربية المكتبات أنك أنت تمشي المكتبة ويشجعوك بيجي عمك جاركون أسمع والله شفتوا الحتة دي تعملوها أنا كل واحد يجيب لك كتاب ما بقول لك الليلة والله أنا مش أجيب لكم باسطة ولا أنا أجيب لكم شوكولاتة همبرجر حسي همبرجر لا أنا أجيب لكم كتاب ده بالنسبة أنا أجيب لكم مجلة ده بالنسبة للمجتمع الصغير نعم. حتى المجتمع الكبير ذاته قاعد يخط الزول المثقف الزول اللي بيقرأ في حتة براها كده يعني ده تحفيز ذاته في حد ذاته يعني المجتمع ذاته قاعد يحفزك إنك أنت زول كويس زول مثقف زول بتقرا كده ولا انا غايت ما معك يا سامر في حته انه نرجع تاني للكتاب لانه قدامنا شعوب جاءت التكنولوجيا قبلنا يعني وقدرت تطورت في شكل القرايه والاطلاع الناس تطوروا في شكل القرايه والكتاب والاطلاع هسه اكبر مكتبه في العالم وين مكتبه بتاعت كتب تمسكها في يدك في بريطانيا إذا نحن جينا مسكنا حتى بتاع التكنولوجيا ولا أحسن مننا طبعا فيها 200 مليون كتاب أكبر مكتبة في العالم في الإسكندرية برضو وفي الكتب الثانية الكتب بعد ذاك المكتبات الحجم أكبر يعني تنازليا روسيا وأمريكا مكتبة واشنطن فلما تيجي للمكتبات في الوطن العربي اللي هم كانوا أسياد الكتب يعني بغداد دي كان فيها كتب لما انحرقوها التتار ما كانت في العالم كله بغداد كانت مكتبة لما رموها في دجلة قال لك نهر دجلة كتب من زمن الحكمة لونه تغير لونه تغير للون أسود ولون أزرق لون الحبر قال لك كان فيها حاجات في الطب وحاجات ما الناس ما يعرفوا إلا بعد وشوف زي دي تاني ممكن تعاد ولا ترجع ما بتعاد صعب فلين إحنا ما نرجع إنه نحن نكون
عندنا الريادة. احنا بدينا القرايه للناس لما نكون برضو حاسين. طب وعندنا كتاب فعلا، عندنا كتاب مؤلفين الان، عندنا مؤلفين صح. بس للاسف الشديد الناس متجهه لاتجاهات ثانيه حول الوسائل البسيطه والوسائل الحديثه او الانتفاع المادي اللي ممكن هو يفكر فيه قبل ما يكون، يعني بعض برضو الكتاب بيحرصوا على انه يكون عندهم انتفاع مادي من الكتاب اكثر مما يكون. في السودان يا استاذه، في السودان المبدعين كلهم بيجدوا صعوبه في انهم يطبعوا يعملوا حاجاتهم، سواء كان كتاب سواء كان فنانين سواء كان ممثلين سواء كان كده، هم بيجيبوا وما دعموا يعني. حسي في مصر في مدينة الإنتاج الإعلامي، السودان ما في يعني. في الإمارات الحسي موجودين ديل بيقولوا نحن بنعمل المسلسلات والاسكتشات دي في بيوت في فريق وفي بيوتنا يعني ما عندنا والله فعلا. وبنمشي والله قال بنمشي ندفع للتلفزيون قروش عشان يشتري مننا، ونحن بنمشي نجيب إعلانات عشان تجيب لنا حق. طبعا طبعا رعاية أحكي لكم قصة حكا إبراهيم. في هو بيحكي من مسرحية تانية، يعني في مسرحية كانت على المسرح، في مسرح من المسارح يعني. بعدين عشان تعرف إنه الحاجات كان بتتم يعني ببعض طريقة يعني، بس بتذكره دائما بضحك يعني. ففي المسرحية أظن فيها مفروض هم يجيبوا عنقريب يجي يخطوه في نهاية، أظن الراجل ما جاب لهم العنقريب، قاموا لقوا العنقريب في الحوش علوه وحق الغفير يعني، وخدتوه ومثلوا فيهم. الغفير كل يوم بيقعد لهم كده بس قاعد مستني بيوقف المسرحية عشان يشيل الغفير، عشان يشيل عايز عن قريبه يعني عشان ينوم. قال لهم انتوا بتسهروا يعني الحاجات الجميلة. أبونا إبراهيم والله بالمناسبة في كلمتين مكبسلات يعني فتح كلام كبير يعني. هسه نحن تكلمنا في المكتبات يعني، هو اختزل الحاجات دي كده، لكن زي ما بيقولوا كبيره فتح الباب على مصراعيه. وزمانكم في حلقه ما حيكفي الكلام ده يعني. الثقافه دي يعني الناس حتبدلها من التعريف، والتعريف ذاته التعريف الضيق، وبعد ذاك تجي للحته بتاعت ناس علم الاجتماع قالوا شنو في الثقافه ذاتها، وبعد ذاك ليه هو قال شنو المجتمع يخط المثقف في حته محدده يعني. ما هو كمان نحن دي ذاته ما هي سؤال يعني. أيوة. المثقف الان هو المثقف بتاع الامس، المثقف يعني بمعنى انا دار اقول المثقف بين الامس واليوم كويس. الثقافه في التعريف انا قلت لك جبيل لك انا اهتمامي في حته الثقافه في هي مساله التغيير المجتمعي، كيف تتنزل هذه الثقافه وتكون شنو يعني. أجمل فيها ما الفرضيات ما يعني. ما المثقف المحنط الذي يعيش في برج عادي ويخاطب الناس من عليا، كما قال فشل النخبة السودانية كما أسماهم مثلا منصور خالد، أتكلموا عن الانتليجنسية السودانية والمشروع الميت النخبوية، أدوات النخبوية. أيوة. أدوات التغيير الصدئة، كمية من الأشياء. طيب نحن لما نقوم نعرف الثقافة بنقوم نخش من محور أنه والله يا أخي خطوها هي في قبيلك ما تكلمنا عن كوميك كزول مسرحي وكزول تشكيلي، تشكيلي يعني. نعم. بمعنى الإنتاج زي ده بتاع الفنون، لكن الناس مشت ناس علم الاجتماع جو وقالوا والله يا أخي لا، الثقافة هي زي التعريف بتاع البيئة يعني، كل ما يحيط الإنسان القانون منظومة العادات والتقاليد الإرث الثقافي بتجي المسائل نتيجة التأثر بمجتمعات أخرى والبيئة التكنولوجيا نفسها التغيير الحاصل فيها بتأثر. يلا كيف نحن نجعل هذا المثقف كما كبسلة كده وجدع علينا أبو خليل كوميك أنه يكون فعلا هو رائد التغيير، هو اللي بيقود التغيير. ما هو نصنفه اول حاجه هو ايوه مساله التغيير نفسها. نحن نقول المتعلمين والمثقفين والطليعات الثوريه هي التي تقود التغيير. يعني اين موقع المثقف ودور الثقافه في التغيير؟ تطور المكتبات هو تطور امه، تطور
نعم. بلد كامل، مجتمع كامل، انت زي ما قلت عادات تقاليد قوانين كل شيء. نعم. انت بتكون مثقف، يعني الراعي مثلا بيكون مثقف في بيئته، يعني بيكون بيعرف بيعرف الاغنام، بيعرف الابغار، الحامل اللي عاوزه تلدي، الولدت قبل كده الكبيره في السن، كويس، حتى لو عيانه كده بيعرفها، لو عيانه بيعرفها، دي ثقافه صح. انا يعني مثقف في المسرح، بعرف المسرح، بعرف الفنانين، بعرف كيف السينوغرافيا بتتعامل، بعرف كيف، دي كلها ثقافه. غدا انا ما افهم في ثقافه محيطك، لكن انت يعني ممكن تكون بتفهم في ثقافة محيطك وتفهم في ثقافتي، بعد ده بتتفاوت من مثقف لمثقف. أيوة. عارف تدمر الحاجات دي شنو؟ الفترة فاتت بالضبط هو قبل الدكتور الأستاذ زعولي كان بيتكلم عن إنه أي شيء لما نيجي يتكلم عليه بيتكلم فيه من القامشة للسياسة، وغيب دور الثقافة بصورة كبيرة جدا وانحصر على حاجة معينة. دور وين الفعاليات والثقافية اللي كان بتقوم بمجهودات فردية زي ما شفتها أنت، ممكن أنا وسامح وأنت بكرة تعالوا عندنا ندوة. طيب انا زمان كانت موجوده يعني الاوراد المدرسيه. ايوه نعم. استاذ ناهد، في صور مقلوبه، السياسي يخشى المثقف، يخاف منه ويهابه ويخافه ويعمل على تدميره وتشريده. صحيح. لانه المشروع الثقافي ما معليش يعني الثورات النموذج الصيني، الثورة الثقافية بيقوموا بها مثقفين. نعم، الثورة الثقافية ده ماو تسيتونغ يعني. أي. ما قالوا الثورة البلشفية ولا قالوا الثورة الماركسية ولا قالوا الثورة العلمية. عنده كتاب كان اسمه الأفيون، ماو تسيتونغ. نعم. شوف نحن هذا المثقف في تفعيل دوره، وأنه يخرج من المثقف المحنط الكلاسيكي إلى أنا عندي تجارب بستشهد بها وبفتخر بها وبعتزها بها. ما عشان قدامك يا كوميكي، وإنت يمكن ذكرت لي أنه التجربة قديمة، يعني أنا شاهدت التجربة في مدني مسرح الكارو. أيوة. ومسرح الشارع لناس مجموعة كوميكو بنت العرب. أيوة. سامية والمجموعة. وانت اضفت لي انه تجربه قديمه قدموها ناس مكسناده قديما. ايوه. احنا ما نقوم نرجع يعني المسرحي ما يقوم يرجع لي المواطن يجيه في المسرح، لا. بس متنقله كانت متجوله. ايوه، ابتدع الادوات اللي انت تصل وتخاطب الجمهور برسالتك انت من كلام المسرح، احد الادوات واحد المكتبه محور من المحاور واداه من الادوات الفعل الثقافي، المسرح كويس، التشكيل يعني ما ترجاني انه انا القاعات اللي بتعرض فيها اللوحات التشكيليه كويس بالمواصفات الاضاءه وعرض الصوره كويس، بتخاطب ناس في بيئة محددة في مكان محدد. لكن إنسان الريف التشكيل ده الرسام اللوحة اللي يجيني في راكوبة، اللي يجيني في خيمة، السينما المتجولة في مصفصل في المدرسة، السينما المتجولة كانت بتقوم على مسارح. نعم. ومسارح بتعمل. نعم. وقتية وناس بتخد بنابر وبتقعد. نعم. في ثقافة، الثقافة هذه الثورة اللي فاتت دي انه الشعر كان مسيطر سيطرة تامة. صح. وكان الدوش حاضر، وكان حميد حاضر، ومحجوب شريف، وسهري محمد علي، والوحدة ذاتها على إنه هم يعملوها سلمية. دي ثقافة، دي ثقافة عظيمة جدا، عشان تشوف إنه يعني حتى الجيل ده ما تفتكر إنه هو ما مثقف، لا مثقف جدا يعني. وشفنا وبيان بالعمل، كان الأغنية زي ما قلت الريف برضو، كمان الأغنية بتاعت أمين ضربونا بالاستياط نيام، أحمد أمين. الأغنية دي مؤلفة البشرة مثلا، البشرة ريفي. نعم. وشاعر بطانة. فكل الفئات، كل الفئات المثقفة اشتركت وساهمت، وكانت الثقافة هي المؤكدة ما السياسيين. صح؟ أيوه.
وقوم الشارع بالثقافه وترديده للقصائد كويس، والناس بقت تردد وراه وغيره. يعني اذا جينا فكرنا المساله دي كلها بنلقى ان الثقافه هي مسيطره وهي موجوده، هي حققت التغيير يعني، بس لكن ما لاقي دعم. واحدة يعني عدم الدعم مشكلة. أنت زي ما ذكرت هسي في القيادة ما برضو في الفنانين التشكيليين، يعني هم عبروا بأقلامهم، عبروا عبر الندوات، الجداريات اللي كانت في ساحة الاعتصام واللي طلعوا بها حتى في منازل الشهداء داخل المنازل وعلى جدار البيوت والندوات. الآن الموسيقيين شالوا آلاتهم وبدوا يعزفوا كمان. ما أذكر حاجة الموسيقيين دي أوصص. أنا بفتكر إنه الشعب كله كان مهيئ نفسه للثوره قبل الثوره تقدم احتقان معادي. البيكا بتاع فضل ايوب في جمعة في شنبات تقريبا، جمعة أيوة في شنبات بيكا فضل ايوب، فضل ايوب ده وتزول عن السودان الكروب بيكا كده والسوشيال ميديا انتشرت فيها كلها. مظبوط الكلام. انا متاكد انه دي المرقة الاحتغال للشارع، ودي ده نوع من الثقافه. هي باديه من بدري يعني، باديه من بدري. انا قلت لك هي باديه من بدري والاحتغال موجود جوا الناس. دي كانت من الاسباب اللي خلت الناس مهيئين انه بكره انا لو طلعت بطلع. يعني اذا جينا شفنا غنى وردي، غنى ابو عركي اليوم مسرحنا في الهواء ده ذاته يعني، كمان برضه كل المسرحيات اللي اشتغلت على المسرح القومي الوقفت يعني، رغم انها اشتغلت مسافات بسيطه كويس. كل الاشارات والدلالات اللي اتعرضت بالدس في الدراما السودانيه، في تلفزيون السودان، في النيل الازرق، في القنوات الثانيه دي كلها كانت زن، وهي اصعب من السحر يعني. بالمناسبه في شباب لو شفت ايام القياده كانوا بيطلعوا فيديوهات ما شفناها قبل كده، ما خاصه بالاعتصام ولا مكان الاعتصام ولا القياده، لكن افكار ثقافيه فيها. لاحظت الشباب ده كيف انفجروا الان في الميديا؟ الشاعر شكل الغنى زي ما شفنا في الاوبريت قبل شويه، وغنى وشعراء وملحنين وعازفين. طيب استاذ سامح، المؤتمرات، النقاشات، الساحات اللي ممكن يكون فيها ندوات، الليالي الشعرية، بس الأفلام على مرأة مني وإحنا مجموعة قاعدين، أثر مهم جدا على المجتمع. لكن للأسف الشديد نقص الدعم، ودي واحدة من المشاكل. يعني هو الشغل ده بنشوفه إحنا كم فردي، وين لما يكلمونا يقولينا في ندوة تعال، ونمشي تاني يقولينا بعد أسبوعين تعال، أسبوع صغافي فلان سامح عامل له ندوة نمشي. ما كل المجتمع قادر يشارك فيها، انت فاهمني؟ ما بشارك فيها. وحتى الدعوات بتجي لناس معينه، والله فلان ده بيهتم بالاعلام، فلان ده بيهتم بالثقافه غيره، حيث انت عارف ليه؟ احنا عشان ما في مهرجانات، عشان الدوله ما قادره تقوم بالحاجات دي. والله في معلش يعني انا الوسائل غير التقليديه والابتداع الوسائل الجديده، لو لاحظت حتى في الثوره دي المفاجآت اللي كانت بتحصل واتباع طرق غير تقليدية ووسائل نضالية غير تقليدية فيها تحضير، يمكن أخونا إبراهيم يتكلم فيها، من 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 يعني يعني نضالات في مواجهة التركية السابقة واللاحقة، في مواجهة الإنجليز، كانت المهدي على أبواب الخرطوم، المسرح حزان البياحة، رست الشلك، نحن نمشي في جنازة المطر، البشارة، ولما يطل في عهدنا ظالم، محمد الأمين لما يطل في عهدنا، كمل معاي كويس، وفي الجامعة أرضنا مروية، كانوا حاضرين كل الشعراء وكل المغنيين وكل المسرحيين. الأول انت ذكرت لي تحت الهواء قبل شوية ورجعتني تاريخ الحركة المسرحية. بالمناسبة وانا في سوريا كتبت عن دور الحركة المسرحية، كانت ندوة يعني، دور الحركة المسرحية في رفض الثورة الشعبية في السودان. اتكلمت عن حسان البياح، اتكلمت عن رست الشلوك، اتكلمت عن مين طلع بتكراسي، وقدر لي انا جيت لما جيت جامعه الجزيره اشتغلت، وحي جمعيه حنظله الثقافيه ذات الفعل الثقافي الأسرة حتى في مدينه ود مدني، ونقلتها كمان في رابطه ابناء مارينجان في الجامعات والمعاهد العليا. الفعل الثقافي يعني لا يتجزا اكيد طبعا. طيب المسرح، مسرحية كانت
سبب خروج ناس في الى الشارع مباشره. أيوة. صح. الاتحاد السوداني وعبيد عبد النور مش كده المسرحيه. أيوة. كانت أيوة. ناس عبيد عبد النور مش كده. طيب نحن ما ننشده ان يعود هذا المثقف ويطرق طرق ووسائل تتقلب على ما معليش يعني الوعي في أضيق تعريفاته هو فن التعامل مع الواقع. الوعي في أضيق تعريفاته هو فن التعامل مع الواقع. لا تلعن الظلام ولكن أوقد الشمعة. أكيد كويس. يلا كيف نحن نوقد شمعة؟ بس نوقد شمعة. قبل كنا ناهد يعني قالت مهرجانات والمهرجانات يخفت، لكن الشباب بالكبت اللي كان عليهم حولوا الثورة لمهرجان. يا أخواننا الشاي يا شاي بي جاي شاي ما عادي. صح كلامك صح كلامك. يعني ده المهرجان المهرجانات اللي كان فيها العمل في أحد البيت كانت بتغيب الناس من حياة بس مركزة على غنى يعني أو على حاجة جهوية عنصرية كلمات لكن ما تحسيا لمهرجان الجزيرة ده ما كان بدي يلقى في مكتبة يا أخي. الغنى ذاته يقول لك الليلة في حفلة وبكرة في حفلة وبعد غنى بس خلاص ده المهرجان. الغنى ذاته لو ما بيقدمه وإذاته ما بتفوز. الحاجة دي ذاتها كانت الحاجة دي كانت أستاذ إبراهيم وأستاذ كانت الناس زي القاصدين عديل حتى مامون التليب ده مامون التليب في ساحة وسط الخرطوم أنا ما متذكر اسمها شنو كان عمل مبادرة اسمها مفروش يوم في الأسبوع الناس بتيجي تتبادل الكتب تقعدوا يتونسوا كده ومثقفاتية قاعدين والناس بتستفيد تجي تشيل كتاب يدوك جميل. وتبدل المهم أيوة. انت بتطلع بحاجة وقفوها بدون المخرج عايز يدينا حاجة عشان نحن وقفوها دي ما عايزين نمشي تاني نخش للسياسة لكن أكيد المكتبات حنجيك بعد الفاصل يا سامح والمكتبات بتساهم كمان في حفظ التاريخ البشري زي ما عارفين على مر العصور لو شفنا احنا في البجراوية وغيرها وقبلها وقبل التواريخ دي كلها نقلت أنا بفتكر يا سلام عليهم يا سلام. أنا عجبتني اللقاءات الأخيرة دي يعني تحدوا فيها أي زول ما شاء الله عليهم إن شاء الله البنات رائعات بنات رائعات جدا كورال الموسيقى التحية ليهم والتحية للأستاذ محمد الله يرحمه ويغفر له محمد أحمد عوض اختياره للأغاني كان جميل. ناهد زيل عندك كان سؤال أيوة الله يسلمك كان عندنا سؤال للأستاذ سامح في أنه إحنا بنفتكر المكتبات هي بتحفظ التراث البشري بتسجل حتى الاكتشافات على مر العصور اللي بيحصل كله بيتم تسجيله. هو ذكر سامح يمكن قبل أنه في بغداد طبعا حرقت مكتبة كبيرة ورميت كل الأوراق والكتب في نهر دجلة في نهر دجلة والنهر صار أسود. فيعني بتشوف أهميتها كيف لها تدرجة في أنه نحن ننتقل من عصر العصر والجيل جيل وإحنا شايلين معنا تاريخنا. الكتب طبعاً هي اللي بتسجل لك الاكتشافات هي اللي بتسجل لك كل الحاجات في التاريخ البشري يعني هي كلها موجودة في الكتب يعني دورنا تحفظ ممكن تحفظ حياتنا عادي. نعم أيوة الكتب. فممكن بعد ذاك أنت زي ما قال قبل الأستاذ إبراهيم في حاجات لأهميتها ممكن ما تتخطها في كتب عشان نحن ما تحصل زي اللي حصل في مكتبة بغداد ده. نعم. يعني الوقت داك لو كان في فلاشات كيف كده فلاش وشير كان الناس زي بالمناسبة قالوا وصلوا مراحل في الطب ووصلوا مراحل في الناس وصلوا يا دوب حسي يعني وصلوا الناس كانوا بيكتبوا بحبر بتقصد منه العلماء العرب نسينا نسينا طوطة الناس زي نبضوط الرحالة يعني لقين ابن زينة بيقولوا إنه نازل في عهده في زمنهم بيكتبوا بحبر ما بتقري إلا بضوء الغمر مثلا أو بليمونة أي ولا يعني وصلوا مرحلة زي دي حبر السري حبر السري نازل وصلوا في الطب وفي الهندسة وفي المعمار حفظا للأفكار حقتهم من السرقات طبعا وهم يعني لو كده ما كان فكان الكتاب بيكون نسخة واحدة يعني ما في نسختين عشان انت تكتب لك كتاب كده في واحد عمل كتاب كتبه بالخط قالوا ده عمله بيدم الشيطان كيف تكتب لك كتاب زي ده كده قبل ما تيجي للمطبعات وما في نسخة منه ما في نسخة منه هو من عمل الكتاب ده هو والله ما مستحضر اسم الشخص منه لكن كان بالخشب زي المطبوع كده بيجي عشان يكتب كلمة بياخد فيها ساعة بيعمل جوه الخشب كده وبيعمل فيها الحبر من فوق
لما انتهى من الكتاب في كم 20 سنه قال لهم انت عملت الكتاب ده بيه؟ لا حول دي حاجه دم الشيطان يعني. 20 سنه كتاب ما في زول بيقدر يكتب خط جميل زي ده كده. والله يا اخي يعني بنفس الصعوبه دي الناس مثلا الناس دائما قاعد تقول المسامره والمؤانسه. عندنا تجارب سودانيه نحن لما كان الرادي عزيز جدا جدا وكان بيكون عند كبير التجار وعند الشيخ وعند العمده وخاطينه في ترابيزه خاصه وبيغطوه بفوطه كان في فكره في الحي انديه الاستماع مش كده يعني ما كان بيحمي الجيران وهنا ويجوا يقعدوا وكانت من زمان كانت الاذاعه حتى كانت في بس حي من دار البوسطة ايوه شغف السودانيين بالحته بتاعت الفعل الثقافي يعني ما هي الاغنيه الشعر اللحن هو رساله يعني وجزء من المنظومه الفعل الثقافي. يلا كان لما الرادي جا البيت كان برضو الناس بتقعد يعني مؤتمر ده ايوه مؤتمر مصغر برضو لما جاء التلفزيون النقله الثانيه كويس يعني كنا صغار وما يعني من اوائل الناس اللي جابوا التلفزيونات مثلا كنا بنحضر عند الجيران يعني وكان عند الاعيان وعند الناس الكبارات يعني. انا اذكر نكته لواحد صديق يعني ومشينا لجيراننا والتلفزيون كان فيليبس الشاشه من هنا وكانت في على الجنبات الاثنين اريال لا مش الاريال لا في حاجه كده زي الشاشه كانت زي التهويه او حاجه مش فاخونا ده قاعد بيغادي يعني الجنب الثاني الشاشه الصغيره دي اللي هي كانت حته بتاعت هنا يعني دي ده دار اقول انه السودانيين بيبتدعوا حاجات والقادر بيسهل للغير قادر يعني يعني نحن حضرنا بيت ام بليس كامله عند الجيران يعني ايوه صح حضرنا اسمها شنو بتاعه سميره توفيق اشهر فارس نجود فارس نجود ايوه عند الجيران بالضبط كده ايوه كويس عرفنا الفاضل سعيد وعرفنا مكس نادا وعرفنا رحله العيون تحيه زروق وعرفنا الهادي الصديق وكل رموزنا ديل من خلال تلفزيون الجيران وشفنا ارس الزين مش بعد ذاك ارس الزين بعد شويه انتغنى ومشينا المسرح رحله عيون كويس مشينا المسرح كبرنا شويه مشينا المسرح مشينا لكن انت قاعد تتكلم عن زمن يا استاذ عولي يعني زمن كان فيه مساحات كبيره وفي زمن ذاته هو مهول يعني لكن هسه احنا اصيبنا بالتلوث السمعي كويس لا شايلين هسه شاشه صغيره هسه شاشه صغيره يعني هسه نتكلم عن تجمع الصوت ذاته ما يتشدي ما بنقدر نسمع به زمان كان الرادي ده بنشوفه حاجه خطيره كان جدا صوت رهيب طبعا زمان لكن هسه الصوت يقول لك لا يا اخي الصوت ده ما نظيف لا هسه كل واحد شايل حسب رأي ابراهيم كل زول حتى بكلمك عن مؤتمر بتاع جيران لاحظ التجمع ذاته الثقافي كده. الراديو ممكن يكون في مؤتمر مصغر الام والاب وكل الجيران ممكن يكونوا قاعدين الان كل واحد شايل له جهاز بس اقول لك تجربه حلقتنا اقول لك تجربه للاسف الشديد اقول لك تجربه يعني احنا اسمحوا لي انا احيي كل اخواننا الكبار البنوا لنا مؤسسه في مارينجان اسمها رابطه ابناء مارينجان جامعه المعاهد العليا التحيه لهم نحن جينا جيل لاحق واترحم على امنا وام الكل الحاجه ستونه اللي هي والده الفنان محمد السني دي يعني كانت امنا كلنا في مارينجان يعني الله يرحمها ويغفر لها هي طبعا زولا مسؤولة عن القابلات نحن في رابطة مارينجان ارتئينا انه الشغل بتاع محاربة العادات الضارة بصحة الام والطفل نشتغلها من خلال قعدات في البيوت جبنا بناتنا في الجامعات الليلة والله الجبنة الناس ناهد بشير الطيب ناهد بتقوم تجيب لنا
يعني جاراتها الرابطة بتقوم عضواتنا نحن بيجيبوا السكر والشاي والقهوة والبن كويس، والمتحدثة المتحدثة كان بتوفر لنا ستونة، أمنا ستونة الله يرحمها ويغفر لها ويجعلها في ميزان حسناتها يعني. فاشتغلنا عن الخفاض، اشتغلنا عن عمل مجتمعي يعني أمراض نسائية عن المتعلقة بالحمل ومتعلقة بمعاناة وغيره وغيره، والرعاية الصحية الأمومة والطفولة. اشتغلنا برامج كبيرة يعني، كان متكلفنا كم يعني الأستاذة ناهد حتقوم تجيب لنا 10 بيوت، 10 بيوت فيه 10 أمهات، ولو في بيتين بس هيكون من كل بيت 3 10 بيوت ب30. حضور جميل جدا جدا، ونحن بنخسر فيه أقل من 5 جنيه سكر شاي وقهوة. شوف الوعد ده ويتونسوا، وجات معاهم سيستر كويس، والوعي طبيبة كبير، والوعي كبير. أيوة دي الثقافة، فده ده انه احنا دايرين الثقافه تمشي على رجلين. ايوه صح صح، يعني الثقافه تمشي للناس تفيد في انه عمليه انا بتكلم وبركز على اهتمامي للثقافه من زاويه التغيير. كلام جميل جدا، صحيح جدا. واشكركم جدا والتحيه لكم، والله انا سعيد الزمن جرى يا ابراهيم. ايوه بشكركم جدا وسعيد بوجودكم معنا داخل الاستوديو، واشكر الجمهور اللي تابعونا في بدايه الحلقه وجونا في نص الحلقه، شكرا لكم جميلا. وتابعونا كل يوم سهرانين معاكم ان شاء الله، وزي ما تعودنا نقول لكم ملاحظاتكم وراكم بتهمنا شديد جدا، وشكرا لك يا نايم. شكرا لك. اعزائي المشاهدين تقبلوا دوما تحيات التيم العامل في سهرتنا سهرانين، ناصر في التصوير ومحمد حسب وفي الصوت، احمد الريس في البث، وسعدابي في المونتاج، وايضا استاذ التجاني محمود في الاعداد للحلقه والتنسيق للضيوف، محمد طه في التحرير، ومحمد عصام في الجرافيك. دوما تقبلوا تحيات الاساتذه المخرجين هشام يوسف واحمد نجمه. تحيات كوميك كوميك وناهد توصلكم ان شاء الله. اكثر لكم استايلكم اللي تبعتوه في القناه، ونحن تكلمنا كبيرك تحت الهواء لانه نحن كل زول يجيب معه حاجات جميل. ونبدا بابراهيم، طالما ابراهيم عنده خزف حاجه ثانيه تشكيليه نلزمه في انه السهره مش الجايه، البعد الجايه يكون حضورا بشغل تشكيلي. اذا هو اقترح انه الضيوف لما نيجي يجيبوا منتوج سوداني يكون موجودين قدامنا، فعلا احنا بنقول لكل اللي بيشاهدونا ان شاء الله بنتمنى فعلا كل الحاجات السودانيه تعرض هنا امامنا. هنبدا بابراهيم يشوف لنا خزف وقول اللي بيجيبوا. نوعدكم ان شاء الله وفي امان الله المره الجايه نجيب منتوجنا ونجيبكم في رعايه الله، وبكره ان شاء الله كان حيين بنتلاقى ان شاء الله في رعايه الله.